أكد تجمع مزارعي الأردن أن بركة المياه العادمة والتي تم ضبطها في المفرق أمس الأحد تعود لأحد المسالخ التابعة لإحدى شركات الدواجن وتعمل على تخمير السماد الطبيعي للدواجن. وأضاف التجمع في بيان وصل رؤيا نسخة عنه أن البركة تستخدم في ري أشجار الزيتون في المزرعة نفسها فقط، مؤكدا أنها لا تستخدم لأي زراعات أخرى مثل الورقيات والخضار والفواكه. وأكدوا على سلامة المنتج المحلي وجودته العالية واستدامة الفحص الدائم وزيارة المزارع، مشددا على أن المنتج المحلي من أكثر المنتجات في المنطقة مأمونية وجودة ومطابقة للمواصفات المحلية والعالمية. جاء ذلك بعد مرافقة مراسل رؤيا مداهمة مزرعة خاصة روى ملكها المزروعات بمياه عادمة في المفرق. في هذا السياق يستمر عمل المزارعين على رفض السوق المحلية والعربية بأفضل أنواع وأصناف الفواكه ومنها العنب. العنب بالمفرق من أرقى أنواع العنب. احنا بشهر تقريبا 2 يبلش القصة التقليم والتربيط يعني تثبيت القواعد، لأنه احنا في عندك أكثر من نظام لزراعة العنب. في عندك خلينا نقول نظام السجاده، احنا اللي اكثر شيء هو منتشر بالمنطقه اللي هو نظام السجاده اللي هي اللي قدامك الان تتفرج عليها. الاصناف في عندك الزيني، في عندك السيبيريو هذا اللي بدون بزر يسموه بناتي احيانا يسموه سيبيريو. في عنب خش جديد هسه على السوق الاسود يسموه درويشي. هذه الاصناف مميزه. وفي عندك عنب هذه يزرع خاص مشان ايش؟ الورق، ورقيه. منطقه خلينا نقول المفرق والبادية، ودائما نحكيها احنا الطقس الموجود هنا مميز، وهذه نعمة من نعيم الله سبحانه وتعالى على المنطقة. التربة من أرقى أنواع التربة الموجودة بالمنطقة هنا. المياه الجوفية اللي احنا حاليا شغالين عليها من 400 متر 500 متر تحت الأرض، نضخ المية هذه ونعبي احنا على مجمع نعمل بركة ونسقي منها. أما المساحات الموجودة الدليل كويس الأسعار اللي موجودة بالسوق، هذه يدلك على كم الهائل الموجود مزروع، يعني خلينا نحكيها الفائض الموجود هو يدلك على تدني الأسعار يعني زيادة الإنتاج، وهذا يدل على أنه في مساحات كبيرة الحمد لله موجودة. المفرق مش بس العنب مميزة، هسه العنب من ضمن المميزات ميزة العنب، جميع شيء يزرع بالأرض تبارك الله مميز، ومن ضمنه العنب يعني من ضمن المميزات تجي موجة حر يسموها طبخات العنب. هي مشهورة ومقولة عن أسهل الناس. هي هذه بعدها هي اللي تتلعب خلينا نقول بنزول العنب، يعني إنه العنب يستوي خلاص يبلش يرتب أموره. أنت ما تقص إلا بوقت ما إيش يكون مثلا ماخذ مجده ووضعه. يعني العنب خلينا نقول يستمر معك تقريبا شهرين مدة اللقاط في الشغل فيه، تقريبا مدة شهرين ويستمر هو باللقاط بالقص. ليش؟ في عندك الأصناف تلعب دور بالتواريخ. ماشي، في عندك عملية التضليل والتكشيف للعنب تسرع وتأخر فيه كويس، هذول كلهم يلعبون دور فيه.